هذا اليوم وصلنا من الكويت إلى كاثماندو. راح نقضي الليلة هني وعقبها راح نبدي رحلتنا إلى إيفرست بيس كامب. الوقت هرنات عدى من الهرنات قوية. بعد أعضاء الفريق وصلنا للباب الثاني على وصول فقررنا نطلع ونتمشى في كاثماندو ونشوف شنو فيها من معالم. كاثماندو حصلت لي جود لك شو اسمه ما ادري ايش يسمونه بندا صح ما لا المهم كل تيتيو اتينا جاني تينا تراو تيو تيتيو يوراتكو هوا باني रात को हवा पानी याद आयो रापी बिरसी को कहानी याद आयो रापी फिर त्यो पिउने बानी याद आयो रापी बिरसी को कहानी. لاحظنا ان الانسان اثر بشكل كبير على كاثماندو، وايد اشياء مختلفه وقاعد يحاولون يصححوها.